Jazora. Jazora, Jazora, Jazora. Ja, 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 Jazora. Ja, 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 Jazora. من بيضاء أقبل مكتملا فرآه الأطفال سرورا. Ja, 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 Jazora. يمشي فرحا عزيزتي لالا. لالا، يا له من حلم غريب. لالا فيه تختفي. ما دمت هنا فلا تقلق يا جازورة أبدا. أوه إنه ساخن، إنها الحمى. مسكين يا جازورة، لقد فقد الكثير من وزنه. نعم سأعالجك فورا يا جازورة. نعم خذ. لا فائدة منك. هنا هنا هذا مريع. أرجوك يا جازورة، أرجوك إنني أعالجك. هيا سأعود لاحقا. انخفضت الحرارة قليلا. لما أنتما هكذا؟ كنا في بيت جزورة. لا تقلق، جزورة مريض يا أبي. ماذا؟ جزورة مريض؟ إذن فهو مريض صحيح. هذا موقف لا يدعو للضحك يا أبي. إذن فهو مريض. مسكين جزورة. عزيزتي، علينا زيارة جزورة. إنهما سيزورين جزورة. لابد أن نتصرف. أعتقد أن هذه الربطة فاقعة قليلا. ماذا؟ من غير اللائق الذهاب بهذا المظهر. هل أنت مستعدة؟ أجل أجل، أنا مستعدة. هذه فواكه مصنوعة من الحديد. ماذا؟ الوالد قادم لزيارتي؟ أوه جازورة، ستكون ورطة إذا اكتشف الوالد وجود لالا. أسرع إلى السرير.
هل هذا بيت جازورة؟ مسكين بالفعل. لا تلمسني فمرضي معدل. يو سوسو اخرج من هنا. مرضي يعدي الكبار وليس الأطفال. إذا أرجو أن تكون بخير يا جازورة. الآن لم يعد هناك خوف من اكتشاف الأمر يا جازورة. لا 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 لن تتوقف عن الأنين. ماذا؟ لا لا سأحضر طريقة حالة. أرجوك يا لا لا تماسكي. إنها حمى غريبة. هيا أسرع أسرع يا جازورة، الحرارة ستسجل ارتفاعا قياسيا هذه الليلة. تماسك أرجوك. سأعود لاحقا. اسمعي، لم أكن أعتقد بأن جازورة سيكون بهذه الخطورة. مسكين، أنا الذي كنت أغزو عليه طول هذه المدة. أبي، سيكون جازورة هذه الليلة في خطر. جازورة؟ نعم مسكين. أبي، اسمح لي أن أقضي الليلة بجانبي أرجوك. نعم لا تفارق. جازورة سامحني. اهدأ يا جازورة اهدأ. اخرج واهدأ هنا يا جازورة. لا 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 لا. انت تبدو قلقا، دعني ارى لك حظك. حسنا، انك تبكي. ما تحتاجه هو ان تغتسل ثم تأوي الى الفراش. نعم هكذا. انتظر. هل هذا يذهب المرض؟ قدماك. ماذا تريد بهما؟ لا لكن أعطني بعض المال. ليس لدي شيء. حسنا اخرج عن وجهي. لا لا ثمانية تسعة. هذا سخط. ثلاثة وثلاثون. أربعة وثلاثون. أسمع صوت مياه. هل هذا فيضان؟ أنا قلق على جازورة بالمياه. كل ماذا حل به؟ هذا الأب قادما لن أدعه يلحظني. لا 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 تقلقي، ستكونين بخير الآن. إنها تزداد سوءا. لا لا تماسكي، لا تموتي أرجوك. لا أستطيع رؤية ما يحصل لجازورة. يجب ألا تضيع الوقت. أحضر الطبيب حالا يا أبي. حسنا. لا 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 مسكينة. هل رأيت ذلك؟ نعم هذا جازورة. لا يمكن، لابد أني مرهق من القلق. نعم هذا صحيح، سأعطيك حقنة ضد الإرهاق. نعم يا إلهي أرجوك أن تنقذ لالا. ساعدها يا إلهي. لا أهتم بما يحدث لي ولكن عافي لالا أرجوك يا إلهي. عافيها أرجوك. كيف هو الآن؟ فعلت ما بيدي والباقي على الله. أنت الطبيب فلما لا تستطع شفاءه؟ ولكنه ليس بشرا. إذا كنت تخدع جازورة بهذه الحقنة طوال الوقت. حرب عليك. جازورة لا تموت. جازورة لقد كنت رائعا طوال الوقت، أما علوج هذا فهو وقت. أرجوك يا إلهي لا يهمني ما إدمنته العالم، ولكن عافي لالا واشفها أنك أنت الشافي يا رب. أنا لا أطلب الكثير سوى إنقاذ جازورة، فهو شخص لطيف وطيب في باطنه. صحيح أنني كنت دائما تهجمي عليه لكنني أحبه. أبي أستأذنك. تفضل. أعتقد أنني لا لا يمكن. لا لا في تدهور مستمر يا جازورة. لقد صليت طوال الليل، لابد من أن تتحسن. لا 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 هيا تفضل. هل هذه المريضة؟ شبو شبا أريبي أرى بري شرو أري شرو با أريبا شبو شا شبي. ما هذا الهراء؟ لا أحتمل ذلك. سأذهب. شبو ما الذي تقوله؟ أنت لا تفهم
شيئا. لا لا أرجوك استيقظي يا لا 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 لا. أين أنت؟ جزورة أنا هنا طوال الوقت. عودي يا أنا خلفك هنا. أنت هنا يا لالا، أنت بخير لالا. ألا تزالين تعانين من الحمى؟ غريب، الحرارة عادت إلى طبيعتها. لالا هل أنت بخير؟ جزورة أصبح بخير الآن؟ ولأنه لم يأكل شيئا من البارحة فهو يقول بأنه يتضور جوعا يا أبي. تعني الحديد؟ بالتأكيد، أعطيه بعض الحديد إلى أن يتحسن من جديد. أريد المزيد، المزيد يا جزورة. لأني واثق بأنك ستطلبين المزيد، فقد أحضرت مضارب الغولف. يا له من صباح جميل، قد أذهب للتدريب على الغولف. لا لا أرجو أن لا تفارقين محيتي. شكرا لك، أنا أسعد فتاة. جزورة هذا لا لن أصرخ به بعد اليوم، لقد تعافى. أرجو أن يبقى بصحة جيدة ما عاش. هل أردت شيئا يا أبي؟ لا لا، حمدا لله أننا بخير جميعا. الوالد لم يعرف شيئا عن لا لا. إطفائي رائع. رائع. ما هذه الشجاعة؟ أنا رجل إطفاء. لن تستطيع ذلك. ولم لا؟ الشجاعة مجرد صفة واحدة، ولكن الكثير من الجهد مطلوب. سأصبح إطفائيا. أنت لا تحسن الكلام، لن تنجح أبدا. ماذا تريد يا هذا؟ أنا جزورة. ما الذي تريده هنا؟ لا نتعامل إلا مع النيران هنا. هذا تخصصي. ما هذا؟ هذه شعرتي الوحيدة. هذا الرجل أعني الوحش يقول بأنه يريد أن يصبح إطفائيا مهما يكلف الأمر. حسناً سأفعل. حسناً كل إلى عمل. هيا. حريق حريق. جزورة يلعب دور الإطفائي بمفرده يا سوسو. أهو مصمم لأن يصبح إطفائيا؟ مسكين جزورة. ما الذي يفعله جزورة؟ جزورة ما الذي تفعله؟ إذا استمررت في اللعب هكذا فستبلل فراشك. يبلل فراشه. لن أبلل فراشي. رائع، لقد توقف أمام منزلنا. ربما جاء يحتج على حرق شعرته. تريدون أخذ جزورة إلى مركز الإطفاء اليوم من واحد؟ نعم، فقد يصادف يوم الإطفاء، وفي هذه المناسبة يكون عندنا ضيف شرف، وهذه السنة قررنا أن يكون ضيفنا وحشاً. وجزورة أشهر الوحوش حاليا. نعم، ما رأيكم؟ إذا رغبتم به فسيكون من دواعي سروري إرساله لكم. جزورة
جزورة. سمعت أنا في غاية السعادة. ما الذي تفعله هنا؟ أرجو المعذرة لما تسببت لكم ذلك اليوم. شكرا لكم. لا أرجوك، سأكون مدير الإطفاء. لا اهدى أرجوك اهدى، سأكون معنا ليوم واحد فقط، أرجوك اهدى. احتفالنا اليوم يسعدنا أن نستضيف جازورا ليكون مدير المركز لهذا اليوم. رائع جازورا. هل نبدأ إذن؟ أحضروا المياه، هيا. جميل. رائع يا جازورا، كما لو كنا في سيرك. أريد القيام بذلك أيضاً. إلى أين يا جزورة؟ سأصعد السلم. لا هذا مستحيل. هل هذا آمن؟ لا يا عنك العاطفة. يا جازورة، وبهذا ينتهي برنامج الاحتفال. ماذا؟ والآن أعطني قبعتي هيا. ولكني لم أنتهي بعد. هناك أمر هام. الإعلان عن تخرجك إطفائي. ماذا؟ لا أنا المدير وما يقوله المدير أمر مطاع. يا له من مشهد جميل. أشعر بالجوع. المسؤول لا يأكل أثناء تأدية الواجب. هناك حريق. حريق حريق حريق. لا يوجد ماء في هذا الخرطوم، لابد أن شيئا أغلقه. سأصلحه. ماذا حصل لطرف الخرطوم؟ أنا قطعته بفمي. اهدى، بدونه لن يصل الماء إلى الحريق. أنا سأفعل ذلك إذن. جزورة. أنت مطرود. الإطفاء شيء فوق طاقة جزورة على ما أعتقد. نعم، فهو يخاف بسهولة وسرعة. دع هذه الأمور لأصحابها. حريق. سيارة الإطفاء لا تستطيع الدخول إذن. اهدى يا سيدي. ابتعدوا مني يا رجال، ابتعدوا. ولدي ولدي بين الحريق. استخدموا أقنعة الغاز.
سيدي لا نستطيع شيئا أمام هذا الدخان الكثيف. ما العمل الآن؟ ولدي أرجوكم أنقذوه، أرجوكم ولدي. لم أعد أحتمل ما يجري. هيا يا جزورة. أحسنت يا جزورة. تقدم. استمر يا جزورة، نحن معك، إنا نعتمد عليك. جزورة لن أهتم إذا مت، أدي واجبك. عمور ماذا تقول؟ أين أنت أيها الطفل؟ ها هو ذا. أتمنى أن يكون حيا. الحمد لله أنك حي. لا أستطيع النزول. ما العمل؟ لا مجال للتقدم. النيران قادمة من أعلى، لا أستطيع التقدم. يا إلهي ما العمل؟ يوجد طفاية حرير رائعة. حسناً يا جزورة، كيف حالك؟ هل تشعر بتحسن الآن؟ رائع. سنعترف بك رسمياً كرجل إطفاء. لا وشكر، العمل الإطفائي مسألة صعبة جداً. سأهديك هذه عدة إطفاء حرير، خرطوم وصفارة إنذار. حسناً، سألعب رجل إطفاء.